أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا مثل ما بتعرف اليوم حلقتنا هي عن وضع المرأة في الإسلام وبالبلاد الإسلامية بالتحديد. يعني بالبداية عندي 3 ضيوف، خلونا نرحب فيهم: الأخت سارة، الأخت رانيا، والأخ رياض. أهلا وسهلا فيكم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله والبركات. الرجاء غض النظر سيبوبلي. غضوا النظر يا شباب، حطوا النظر. وانت بتفصفص ليه يا رياض؟ وجب علي نحي حد، كامحي. وجبت عليك الجلدة أو الجلدة. تحت الذنوب. اهلا وسهلا فيكم رياض اخوي، واهلا وسهلا فيك رانيا وساره اختنا. طبعا نحن حبينا ان بصراحه نحكي موضوع المراه، يعني موضوع المراه شوي بالبرنامج هذا مقصرين بحقه بصراحه يعني. فحبينا نجمع الاختين رانيا وساره والاخ رياض ندردش شوي مع بعض، وعلى الاخير راح نفتح سكايب كمان اصدقائنا، لا يعني لا تبخلوا علينا ب مشاركاتكم. وقبل ما نبدأ الحلقة في عندي بشرى سارة جدا، يعني في الدكاترة الأوليين كان يصير عندهم اختصاصات، شي كلى وشي قلوب وشي دماغ. أنا هون عندي صار هلا اختصاص الجهر بالإلحاد في اختصاص المناظرات، فعم نسوي برنامج اتجاه المشاكس، أي واحد بده يناظر الثاني يجي لعندي. اي واحد لقاله مسلم خارج ناظر يشده ويجيب عندي. اهلا وسهلا فيكم. نعم، لكن المشكلة انه ما في مسلمين يحبوا ينظرونا، هاي المشكلة. يعني اذا كل واحد لقاله واحد وشده، يعني بنلاقينا جمهور مناسب يعني، ولا يهمك. يعني كل واحد لاقي له واحد يعني يمسكه ويجره، تعال هون تعال ناظرنا. ولا ايه، على كل بدنا نبدأ بموضوع الحجاب. سارة بدي أبدأ معك. هل حجابي مستوي؟ حجابك رائع، حجابك رائع. وهل يجوز أن أبدي الذقن أو أغطيه؟ والله إذا بتشوفيه تعملي نينجا. ما هو أجمل في عين الرسول؟ في عين الرسول أن تلغي نهائيا، ما تكوني موجودة. هكذا يعني. يعني حط أنا أختلف معك أخ جان. اختلف معك. تفضل. لانه هنالك حديث عن رسول الاسلام في صحيح البخاري، باب عرض المراه نفسها على الرجل. اسم الباب ان المراه تعرض نفسها على الرجل. يقول: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا مرحوم، حدثنا طيزلقن، لانه تعرف الاسماء كثيره جدا. حدثنا الرسول جلده الحنفيه قال: جاءت امرأة إلى الرسول قالت: يا رسول الله. قال لها: أبشري. خلينا بس أقرأها عندك الحديث، باب عرض المرأة. عرضت نفسها وقالت: بنت أنس. هو كان عند رفيقه اسمه أنس، وأنس عنده بنت صغيرة. فبنت صغيرة شافت هاي المرأة عم تعرض مفاتنها ومحاسنها على النبي، يعني طلع فيني ما احلاني ولفت ما فينا اول شغلات يعني. فراحت هاي البنت الصغيره قالت: قبح الله وجهها، هذه المراه ما بتستحي على حالها، في مراه هيك محترمه بتعمل هيك يعني؟ فراح ابوها شخط فيها قال لها: انت لو شاطره كان عملتي مثلها عند رسول الله، انت المفروض تحملي يعني بتبوسين طيزه رسول الله، مش انه بس قاعده انت تتأمبري. فأعتقد يحبون المكاشفة على رسول الله مثل ما هو داخل يكشف على بضاعة داخل على السوق. المهم هاي بس مجرد مداخلة، أنا آسف على طولت. يعني الرسول عنده مملكة أيمانكم، يعني حلال أن نتكشف قدامه. اختصار أنا بس بدي أبدأ معك، شو بيعني لك الحجاب؟ الحجاب عندي قطعة قماش تغطي الرأس، وتم توظيفها للعديد من المعاني. صراحة أنا كي تربيت في تونس كنت نشوف معناتها المرأة التونسية التقليدية
عندها طريقه معينه للبس لبس الحجاب، لبس فتره القماش على الراس، وكانت تونسيه بحت. كذلك في كي نرجع لمعنى الحجاب في اول ما ظهر، كانوا حسب ما نعرف كانوا النساء يطوفون على حول الكعبه عريان، وكانت ولكي تتجنب ان تعرف كانت تغطي راسها، فهو كان فقط لكي تتجنب التحرش. الحجاب اليوم اصبح سيمبول بوليتيك سيمبول، كان اليوم الحجاب يرمز للانتماء الاسلامي. كي نشوفوا الشوارع العربية التحرش يخص المحجبات والغير المحجبات، يعني اليوم الحجاب ليس إلا ظاهرة للتمييز بين الغير المسلم وغير المسلمين. كي تمشي في الشارع وترى كثير من المحجبات، أي رجل عربي باش يحس روحه أنا متمكن. يعني الحجاب بالنسبة لي أنا في بعض الساعات ينجم يكون اختيار شخصي، وفي بعض الساعات ينجم يكون زادة مفروض. ونجم نقول لك يعني 20% ولا 30% مفروض، اما بقية النساء وللاسف تشوف تبدا تحكي على الحجاب وتقول لك اختياري، وتجي تخمم معناتها تقول شنو هو اختيارها انها تنفذ ما جبر عليها. يعني هناك كثير من النساء يلبسون الحجاب عن اقتناع، ويساهمون بطريقة مباشرة أو مباشرة على فرض إيديولوجية سياسية. الآن هل أستطيع نزع الحجاب لأنه لا أطيق؟ ألو، منيش تصافي حد. شو رأيك بحملات اخلعوا الحجاب؟ يعني في أصوات تطلع تعمل حملات اخلعوا الحجاب، شو رأيك فيها؟ بصراحة ما راهاش فعالة برشا، على خاطر كل ما هو ممنوع كل ما هو جلاب ومثير. يعني عندما تكون هناك كثير من الحاملات لنزع الحجاب، كما صار في تونس عندما كنا نعيش في الدكتاتورية، كان هناك رقابة شديدة على الفتيات الذين يلبسون الحجاب، وكان هناك تنظير في المدارس أن الحجاب يضطهد المرأة وكذلك، ولكن الفتيات كنا يرانا ذلك على أنه التحذير من شيء مرغوب، من شيء فيه الفائدة. فهذه الحملات ولأنها تدعو لشيء معناتها سيحرر المرأة، لكن من الأحسن أنه نكشف ما هو المعنى الحقيقي للحجاب، نكشف طريقة التشريع للحجاب، نكشف ما هو نظرة الغير للمرأة التي تلبس الحجاب، نكشف ما قد يفرضه وما قد يتتبع عنه. بالضبط بالضبط سارة، يعني أنا يعني الحجاب هو زي أنا بالنسبة لي، صدقيني أرى محجبة أو غير محجبة ما تفرق عندي، ولكن الفكر وراء الحجاب هو اللي بيضايقني. يعني أنا هلا رجل ألبس قبعة يعني أغطي رأسي، يعني لا تعني شيء بصراحة، هو زي فقط لا أكثر ولا أقل. ولكن لما هالحجاب يتحول إلى أيديولوجية، هون المزعج. لو كانت أيديولوجية متسامحة، أيديولوجية جيدة، ما في مشكلة، بس لكن هاي الأيديولوجية كلاتنا نعرف أيديولوجية تدعو للقتل وإنكار الآخر وكل هالأشياء اللي بنعرفها. رياض، بدي أسألك بعدين أروح لأختي رانيا، إذا كنت ماشي بالشارع ورأيت رجل يضرب امرأة، شو بيكون شعورك انت كرجل؟ شو بتحس؟ تفضل. اروح اساعده بالضرب طبعا. لا قاعده امزح معك انه لا طبعا راح احاول قدر الامكان اني امنعه واعطي مجال للمراه انها تشلح الجزمه وتضربه بالمقابل، يعني وراح اقيد ايديه من وراه وامسكه كويس. لا يعني احب اعرف انه لماذا يقوم بهذه الفعله. طبعا هنا في الدول نبلغ 911 اللي هو الامرجنسي، والشرطه وتتدخل الشرطه بالموضوع، وهذا الرجل اكيد راح يدخل السجن. قبل يومين احد الزملاء
كان معي، فجال تليفون على السريع، كان ابنه في السجن في مخفر الشرطة. فاكتشف أن ابنه كان مع عشيقته أو رفيقته ضربها، صار في بيناتهم خناقة وضربها. فالشرطة إجوا وألقوا عليه القبض ووضعوه في التخشيبة على قولة المصريين لمدة 24 ساعة. وهي بعدين تنازلت، وإن لم تتنازل كان ممكن يرفعوا عليه قضية ويروح فيها محكمة. فأنا تصرفي أن هذا الجنس اللطيف، هو من اسمه الجنس اللطيف، وأنت كرجل عندك عضلات، هذا لا يعني أنك تكون تصرفاتك مثل الحيوان، بل حتى الحيوانات أعتقد يا أخ جان أكثر إنسانية، ما أقدر أحط بين قوسين إنسانية، من البشر. أنت عمرك شفت غزال ذكر يصفع زوجته الغزالة كفين على وشها لأنها مثلا خرجت بدون إذن؟ أو شفت لك زرافة يقول لزوجته الزرافة يا بنت إيه أنا حور، حتروحي ترجعي عند أهل، أنت ناشز ناشز ناشز. أنت عمرك شفت يعني زرافة بحديقة الحيوانات تتصرف مثل هذا التصرف؟ فما بالك بالإنسان للأسف الشديد. فأنا طبعا جوابا على سؤالك حتى ما أطولها أعترض، وإن كان بيدي المستطاع أن أتدخل في الموضوع وأحمي الإمرأة من غطرسة هذا ال شلون نقولها بالعربي يعني شوفينستك، راح اتدخل شيء اكيد. هذه الوقاحه الشوفينيه للاسف الشديد النداله اللي ورثناها وراثه من جماعه بول البعير. على كل اروح لرانيا، رانيا كيف بتشوفي وضع المراه بالعالم الاسلامي حاليا انت؟ شو نظرتك؟ كيف تشوفيها؟ تفضل. نعم، انا تكلمت في هذا الموضوع نظن في الحلقه الاولى اللي يعني زي ما عارف هيك رايي في المراه في العالم العربي او العالم الاسلامي، لانه العالم الاسلامي ليس فقط العالم العربي. اليوم نحب فقط نعطي هيك اقوال ونعطي رايي بصوره قصيره جدا. في عمل شفت بوست هذا في الانترنت، مانيش عارفه مانيش حابه نذكر اسمها، المهم تقول عدد كبير من المحجبات بيشيلوا الحجاب لما يسافروا إلى على أوروبا لأنهم عارفين إن سكرانين سويسرا أكثر أمان عليهم بكثير من منتحي جماعاتهم. عندي قول تاع فاتن حمامة اللي نحب نقوله. طبعا فاتن حمامة كانت كما نقولوا أيقونة الفن في الخمسينات. نعم هذوك يجيك تلقاهم تاع بدل الحمامة لاحظت. يعني هاد الأقوال أنا ندعمهم ونعتبرهم أشياء جميلة. عفوا طارت المسكينة الله يرحمها طارت. في الهندي يعني في مشاكل. حجاب المرأة هو عقلها، وعندما يهترأ ذلك الحجاب يهترأ معها شرفها حتى لو تبرعت بالحديد. فاتن حمامة. طبعا رأيي البسيط في الحجاب هو أن الحجاب هو تشييء للمرأة، يعني يجعلها شيء، بضاعة، سلعة يمكن شراءها وبيعها، بضاعة جنسية بين قوسين. نحب نعطي قول تاع دكتورة الكبيرة العظيمة نوال سعداوي، نقرأها بسرعة. الراقصة ترى نفسها سلعة جنسية تريد أن تعرضها وتتاجر بها. المنقبة أيضا ترى نفسها سلعة جنسية لكن لا تريد أن تعرضها، ستخفيها عند الأنظار. المرأة الحقيقية لا ترى في نفسها سلعة جنسية، ترى نفسها إنسان طبيعي، لذلك لا تعرض ولا تخفي نفسها، تتصرف كإنسان. بالضبط بالضبط، هو الإنسان الطبيعي، يعني إنسان الطبيعي يعني كل البشر، الوجه، الرأس، الإيدين، القدمين، يعني شيء طبيعي. إنه أيام ما في مثلا برد كتير، يعني من الطبيعي إنه الإنسان يعني بدون ملابس هي الزيادة للبرد أو شيء، يعني حسب الطقس، حسب كل إنسان له حاجة هي إنه يرتدي هالملابس أيام الطقس البارد وغير
أيام الطقس الحر يخلع الملابس، مو كلها طبعا، يعني الشيء الطبيعي يعني مثل الشورت والمسكم ولا الأشياء هي، يعني لا أرى فيها يعني أشياء طبيعية، ولكن العقل الصحراوي هذا للأسف الشديد جعلنا يعني نفكر بالجنس مهما كانت. يعني مثل ما قالت نوال السعداوي، الراقصة تعرض نفسها كسلعة، والمنقبة لا تعرض نفسها ولكن تعرف حالها سلعة، يعني هي إذا شاء طالع الشعر معناتها في مسألة جنسية فيها. مع الأسف، مع عفوا، نحب نضيف شيء صغير فقط. هو السعودية هو اللي جاب منها الإسلام، والسعودية هي اللي هي جابت فكرة الحجاب للعالم، نعم أم لا؟ نعم، هي خلق فيها الإسلام، الإسلام هو جاب الفكرة هذه. يعني وفي كان في المسيحية كاينة، ولكن فقط أنك تتضرع وتصير راهبة، يعني ما تخش من الدير تاعك، لكن الإسلام عملها هيك عادية، يعني جميع الناس لازم يعملوها حكاية الحجاب. نعم، روح شوف مثلا في السعودية، هل في راجل ذكر ما هوش حاط شيء فوق راسه؟ هل ترجع للبيئة، للجغرافيا، لأنه حر، هم عايشين في الصحراء. احنا في الصحراء عندنا في قبائل يعيشوا في الصحراء، يعيشوا كقبائل لي نوماد، يعني متجولين، وكل يغطي الرجال يغطي أكثر من النساء، لأنه هي جاية من البيئة، ثقافة جاية من البيئة، لازم تغطي نفسك لأنه حر، مستحيل تعيش حر، يعني لأنه تستحق من الشمس. صحيح صحيح، والمشكلة أنه قدسوا العادات والتقاليد سواء ضمن الدين وضمن هالفلسفات الفاضية. سارة، عندي إضافة صغيرة على الحجاب. الحجاب ليس يضر فقط للمرأة، بل هو إهانة للرجل. عندما تتحجب المرأة يعني أنها تعتبر كل الرجال الذين حولها أنهم ذئاب قادرين أن يفترسوها، وأنهم قادرين لأنهم لا يتحكموا في الغرائز نتاعها. يعني قبل كل شيء معناتها هذه حكاية معناتها يمكن تضر في المجتمع كله، يعني كل يعني المرأة عندما تخرج بالحجاب يعني أنها تشرع بطريقة غير فورية للتحرش، يعني هي وهي أيضا تحترم، يعني كي تلقى مجتمع أيضا تلقى فيه محجبات وغير محجبات، المحجبات يولي عندهم تفاضل، يعني تولي تقول لك أنا عفيفة، أنا معناتها عفتي حجابي، وتبدأ تغزر معناتها الغير متحجبة كأنها فتاة سهلة المنال. يعني الفتيات المحجبات أنا عشت معناتها الخسارة، معناتها عشت وكانت عندي أصدقاء محجبات وكنت نعرفهم قبل ما يتحجبوا، وللأسف بعد التحجب تغير النوع متاع التعامل وأصبح أنا عفيفة وأنت قادرة أن تخرجي مع أي لعبة. يعني إهانة لكل المجتمع ليس للمرأة فقط. للأسف الشديد هو نفس السؤال بصراحة كنت أتطرق له، بس طبعا بشكل مختلف شوي. بدي أروح بهالسؤال هذا لأخي رياض، خليني أقرأ السؤال. لماذا ترى المرأة الشرقية الرجل على أنه ذئب يريد أن يفترسها برأيك يا رياض؟ تفضل حبيبي. لماذا تنظر المرأة الشرقية للرجل على أنه ذئب؟ على أنه مفترس. يعني المرأة الشرقية عموما بتخاف من الرجل، يعني بالشارع بأي مكان الذئب مترصد له يفترسها. شو السبب برأيك؟ شو الخلفية؟ في نوع من أنواع السمك في البرازيل في غابات الأمازون يسموها البارانا، هذا البيرانا، فما ما بيصدقوش على قولت عادل، انت ما صدقت يا سيد، يشوفوا حته لحمه ملونه احمر على اخضر كلهم يتشيتون مثل ما شايفين احنا نقول ماكو، وهو عقله في ليس في راسه بل في عضوه الذكري. هذا شيء معروف بالرجل الشرقي للاسف، ويستخدم المراه كسلعه، وحينما تكون هذه الامراه تابعه له أو تحت إمرته أو سيطرته تكون بضاعة يتباهى بها مثل ما يتباهى بسيارته اللامبرغيني أو سيارته الفراري. هذه أيضا قطعة لحم شوفوها، هذه لي، هذه أنا سيدة، أنا أركبها، هذه لا. فهذا هو الشرقي عادة، نظرته للمرأة نظرة دونوية،
نظرة ثانوية. مجتمع الذكوري، مجتمع الرجالي، دائما المرأة للدوزيم تأتي في المرتب الثاني، هي مجرد حاوية. وهذا ليس فقط في الشرق الحديث، وإنما عندما تعود إلى كتب النصوص القديمة لآلاف السنين، وحتى عند اليهود في التوراة أو عند المسيحيين، المرأة هي حاوية. هذه الحاوية وظيفتها فقط أن تستلم وتتلقى البذرة التي يزرعها الرجل، تأخذ هذه البذرة وتنميها إلى طفل، ويا حبذا لو يكون هذا الطفل ذكر، يا سنة سوخة إن كان الطفل أنثى أو بنت. وبضاعة تسلم أيضا، حتى في هنالك أيام رسول الإسلام، بأن هنالك من يطلق زوجته إن رغب فيها زميلة أو صديقة، وهذه نازلة فيها أحاديث إن هي باب، ما اسمه هذا الباب، عرض، لا دقيقة، الحلبية، موجود إنه إذا رسول الله رغب بزوجة أحدهم عليه أن يطلقها، بالسيرة الحلبية موجودة. هنالك باب اسمه قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي شئت حتى أتنازل لك عنها، رواه عبد الرحمن بن عوف، حدثنا محمد، حدثنا سفيان، حدثنا ابن الكلب، حدثنا طيز لقن، حتى يصل إلى رأس البعرورة، سعد الربيع الأنصاري، وعند الأنصاري امرأتان، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق أروح أتسوق أشتري لها مهر، راح جاب لها شوية سمنة، سمن البلدي، هاي عندهم مهر، راح قدم لها سمنة بلدي، أنطاها مرة. هالأيام وين فيك أنت تروح تتجوز بسمن بلدي بشرفك؟ يا رجل ما كانت هالأيام موجودة كان ما تعذبنا وما اشتغلنا يا رجل. كان كل واحد شايل المازولة وش راح يتجوز فيها؟ لحتى جوزنا طلعت عيوننا بالجوز. ايه كل واحد شال تنكة الراعي ويروح، هذه احنا بالعراق نسميها تنكة الراعي. المهم هذا هو الشرقي يعني، فماذا المسكينة هذه المرأة ماذا يعني تتوقع اكثر من كده؟ صحيح. مش مثل الفرنسي، باعتبار ان معانا رنا، الاخت رنا والاخت سارة يتكلموا فرنسي، شوف الفرنسيين ماذا قالوا عن الحب، شوف نظرة الفرنسي الى الحب عن نظرة ابن قتادة الذي يريد أن يعطي نصف امرأته إلى لا في ات ان فلور دونت لامور اغ لاميل، يعني الحياة مثل الوردة والحب والعلاقة الحميمة بين الرجل والمرأة مثل العسل اللي هي الميل. يعني شوف كيف يتفننون الفرنسيين الغربيين اللي ما لهم علاقة بالإسلاميات، وما لهم عندهم يعني ذوق للمرأة وجمال المرأة وقيمة المرأة أكثر من الرجل الشرقي أعتقد، وهم يضرب فيهم المثل بالشعر، يضرب فيهم المثل بالرومانسية، حتى لغاتهم تسمى باللغات الرومانسية. تفضل عزيز. ليتني كنت فرنسيا لكتبت قصيدة بالفرنسية، ولكن للأسف الله بلانا بلغة القرآن الفصيحة. تفضلي سارة. تشوف الشعر في الجاهليه كان فما برشا اصناف نتاع التغزل بالمراه، يعني الاسلام اللي هو دمر نظره للمراه، يعني كانت المراه متحرره كان هناك تحرش، ولكن كانت هناك نظره حب. انت كي تشوف اللغه العربيه كي تشوف العبارات اللي تمثل الحب، يعني تقارنها باللي موجوده في الفرنسيه، العربيه عندها موروث، معناتها عندها اكثر الفاظ الحب، الهواء، العشق، يعني المفردات هذوما غير موجودين برشا في القرآن. راهو يعني الإسلام حطم الرومانسية، حطم العلاقة بين الرجل والمرأة، صور للرجل أنه ذئب وأنثى الذئب، أنثى الذئب ذئبة، أما الإمرأة العربية تربى وكأنها نعجة. يعني احنا معناتها في حديقة الحيوانات اللي كان نحبوا نلوجوا على السلوك اللي يمثل اكثر الفتاة العربي، انا ما نجمعش خاطر نشوف معناتها فما اسود، فما نسور، فما كثير من الفصائل في الشباب العربي، اما السلوك اللي المناسب الاكثر للتحرش واللي يصف اكثر سلوك الرجل في الشارع هو القردة. بصراحة هما هكا علاش يخافوا من التطور، يقول لك احنا احفاد القردة
ولا خنا ويقول لك ما يخافوا من احفاد القرده والخنازير. كي تشوف تلوج انت على السلوك السلوك التناسليه لدى القرود ولدى لدى القرده ولدى لدى الخنازير، يعني ستستنتج ان العديد من الشباب يظهر انها ان يظهر معناتها السلوك بين الانسان مشابه لهذه الطرق. كل تأكيد رانيا، في بصراحة ما دام دخلنا في موضوع الحب، كلاتنا شفنا الشيوخ المهابيل هذول، المصاريع هذول، الدجالين اللي يحتقرون مناسبة الفالنتاين، يحتقرون شيء اسمه الحب. يعني الإسلام ما فيه لا من قريب ولا من بعيد كلمة حب، يعني بالحب العشق بالمعنى الحب. برأيك شو برأيك، يعني ليش كل هالبغض والاحتقار للحب ولهالمناسبة، مناسبة العيد فالنتاين بالتحديد؟ تفضل. شكرا أخي العزيز جان. أنا نحب فقط نحكي على نقطة الرجل دي ونرجع للفالنتاين، يعني معلش لا تفضل تفضل تفضل. نقولها فقط. نعم أوكي. طبعا نقطة بس بدي طلب من سارة، أنا بتمنى سارة بس تعمل ميوت، أظن سارة، لأنه سارة دوختنا بحركاتها. سارة يا ريت لما بس تخلصي أنت تعملي ميوت، لأنه في كتير قاقعة عم بطلع عندك، عم بطلع على الشاشة. اوكي شكرا سارة، شكرا سارة، تفضلي. انت خاطر كاين على النظام ولا يهمك، تفضلي رانيا. اوكي، لماذا ترى الرجل كذئب؟ المرأة العربية المسلمة طبعا، او يمكن الغير عربية مثل افغانستان وباكستان، بسبب تصرفاته تجاه النساء. أنا طبعا ما نحبش نعمم على جميع الرجال، ولكن مع الأسف الشديد هم الغالبية. أنا نحكي فقط مثلا على تجربة اللي أنا أعرفها جيدا، هي تجربتي أنا الشخصية. المجتمع الشمال أفريقي مع الأسف الشديد الغالبية على الشباب هم نعم متحرشون وقليل الأدب. يعني أنا تحليلي للمسألة هو يعني نحطه هيك ثالوث. نعم، المشكلة هو الأول هو قمع جنسي، يتبع كبت جنسي. قمع جنسي هو يقول لك ما تشوفش معاها، ما تتكلمش معاها، ما تصافحهاش، وهيك ينتج عليه كبت جنسي، لأنه في طبيعة الإنسان أنه شيء عادي. يعني شو هي ممنوع حتى تتكلم وحدة؟ يعني ثالثا ينتج عليه التحرش والهيجان جنسي، يعني الغير الأخلاقي طبعا. مشكلة يعني هي بسيطة لكن في نفس الوقت معقدة. يعني هذه المجتمعات وصلت هيك استطمت كما تيتانيك، يعني جسر جليدي سيغرقها كما وصفها أستاذنا الكبير حمد عطان في كتابه الأول سقوط العالم الإسلامي. كتابه الثاني مش الأول، الأول كان عن سيرة حياته. نعم، اصطدموا بالإنترنت وبالحداثة، لقاو نفسهم ناس مغيبة ولديها كب جنسي وقمع جنسي وكوارث، يعني كوارث عظمى. نجي لنقطة الفالنتاين. نعم، لماذا يبغض المسلمين أو شيوخهم الفالنتاين؟ هو الإجابة يمكن تكون إنه الديانات الإبراهيمية بين بعضها هيك في مشاكل، يعني ما يتفقوا دائما، عكس ذلك يعني. كل واحد يقول أنا عندي الحقيقة في الإله، لأنهم يؤمنوا بنفس الإله، لكن هذا يقول إلهي أنا الأصح، أنا سأذهب للجنة، الآخر يقول أنا سأذهب للجنة. الإسلام، ثاني نقطة الجزئية فيها أن الإسلام يمقت الغرب، ولأنهم يحسوا بالنقص وبأنهم متخلفين، والغرب يعني هو متقدم جدا، ولكن في عالم تاني غير الغرب، في عالم آسيوي، في عالم زد أمريكا، العالم كله تقدم،
كله تطور. لو تروح تشوف الصين، هي حتى لو هي دولة ديكتاتورية، لكن الصين يعني احنا في الجزائر نشتري فقط منتجات صينية، هم لا ينتجون شيء، نشتري فقط ما ينتجون صينيين، يعني ناس تنتج، ناس عصرية متفتحة علمانية وهيك، نقص عندهم يحسوا بهالنقص، هذا النقص يولد لديهم الشعور بالغضب، بعقدة النقص، وما يحبوا الناس غيرهم تفرح، يعني ما يحبوا الناس تستمتع بالحياة. احنا متعذبين، انتم لازم تكونوا ثاني متعذبين. هذا فقط تحليل الامر. شكرا لك كثير رامية، شكرا رامية. سارة إذا سألتك شو تعني المرأة جوهرة والمرأة ملكة؟ يعني لازم نغطي الجوهرة، لازم نغطي الملكة، لازم هي حلوة لازم نغطيها، شو بتعني لك هالعبارات هاي؟ أنا المرأة يقولوا جوهرة، الجوهرة عندها الكثير من النواحي، يعني نجم تنظرها من عندما تتفحص الجوهرة، يعني يمكن ترى الكثير من الانعكاسات. وللأسف أنه المجتمعات الإسلامية ترى الوجه الذي يحضر المرأة لتكون أم ومربية فقط، ينفي أنه المرأة لها العديد من الرغبات، من الطموحات، وهو يريد أن يقمع هذه التوجه، يريد أن يجعل من المرأة أداة لمشروع إسلامي، مشروع أممي. قبيلة بركة، بنحب نرجع لسؤال فالنتاين. لسؤال فالنتاين، الفالنتاين هو احتفال بعيد الحب، ولكن العلاقة بين المرأة والرجل في الدول الإسلامية هي صفقة نكاح، يعني العقد الذي نعقده يوم الزفاف هو ليس إلا ورقة وشهود عائلية تريد أن لكي تؤطر النكاح، يعني لا يوجد تعال ودي، يعني كي تشوف معناتها في القرآن فما كان كلمة النكاح وهي معناتها في إطار الزواج، يعني فالنتاين ليس إلا فرصة لكي يكسر التقاليد الإسلامية والمفهوم الإسلامي للزواج. المرأة عندما تكون جوهرة أو ملكة، هذا يعني أنها تستطيع أن تعرف من هي، تستطيع أن تختار بنفسها، تستطيع أن تكون لها العديد من العديد، مش نقولش من الخدمين، ولكن العديد من الناس الذين يكون في محيطها ويستطيعون أن يتعاملوا مع، ولكن الإسلام يريد أن تكون المرأة منعزلة، تتعامل مع والديها والعائلة وتطيع الزوج، ولكن لا يوجد هناك ارتباطات غير الزواج. أنا بنظرة اليوم أقول أنه صحيح أن الزواج منظومة ويجب احترامها ويجب احترام الآخر عند الارتباط به، ولكن كإنسانة أريد التعرف عن أصدقاء رجل أو امرأة، وهذا شيء مثري لتجربتي الشخصية، هذا شيء لا غير موجود، وأحس نفسي كالملكة بصراحة عندي عندما أختار ما أريد، عندما أختار أن الأصدقاء والأصدقاء، أو في بعض الأحيان حتى تعاملاتي في الورك، في الشغل، يعني نحس روحي ملكة، خاطر أعرف أختار، يعني أعرف أني أضع نفسي في المكان المناسب، أعرف شنو أسوأ. يعني كل مرأة عربية لازمها تقول أنا ملكة باش تنجم تعتني بنفسها وتنجم توصل اللي تحب هو، غير ذلك ستكون إلا أداة لعائلتها، ثم أداة لزوجها، ثم ليست إلا تحت رحمة الأبناء فقط. هو بصراحة مثل ما قال أخونا ديفيد، رجل كهف مخاطبا المرأة العربية أو المسلمة عموما، قال أنت يعني أداة للكنس في النهار وأداة للجنس في الليل، يعني للأسف. أنا الجوهرة الأسطى أو الملكة، إنه الملكة بالسعودية بيقول للملكة لازم ما تطلع لوحدها، يعني لازم يكون في معها مرافقة، وهي الجوهرة لازم تتغطى، وأشياء من هالقبيل، يعني بتعرفي
المسلمين الحلوى لازم تغطى بشان الذباب، لانه هن اصلا ذباب يعني، هن لو لم يكونوا ذباب لما قالوا غطوا الحلوى يعني. على كل رياضه حبيبي، في سؤال بخطر لي انا هون دائما، الخليجيات يعني مع احترامي لكل الخليجيات بالشبه الجزيره العربيه ولا بدول الخليج الصغيره هذول، لما يعني لما بيطلعوا لبرا بروحوا السياحه شيء بتلاقي في مو الكل طبعا ولكن نسبه كبيره خلينا نقول بالطياره بشيلوا الحجاب، وياما شفنا نحن هون حاطين حجاب بنص كم ولابسين نص كم من فوق ولابسين نص كم من تحت، ليش هالمظاهر هي برايك بتصير رياض؟ تفضل. طبعا في البدايه اقول يكون بعون ويساعد الامراه الخليجيه عموما والسعوديه خصوصا، لانهم يعيشون في مجتمع مغلق منغلق. المراه بالعاده عندما يكون لديك شيئا جميلا تحب ان تظهر هذا الجمال لكي يراه الجميع. الجميل ما بيتخباش يعني، حتى رئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة ذهب إلى امرأة متحجبة وشلح عنها الحجاب وقال أنت لماذا تخفين كل هذا الجمال تحت الحجاب؟ أليست لديكم مقولة تقول إن الله يحب الجمال جميل على أساس حبه وجميل جمال ومالوش مثال؟ فليش ما تشلحي هذا الحجاب خلي الناس يشوف هذا الجمال؟ وطبعا انا اثناء الحديث يا اخ جان ادير بالي، لانه العزيزه الزميله رانيا قالت لي ما تضحكناش كثير وانت اثناء الكلام تضحكني وبعدين تروح علينا الحلقه كلها، فلازم ادير بالي. ليش تروح الحلقه يعني؟ بالعكس يعني انا استمتع لما اضحك يعني، ونحن كلنا نستمتع لما نضحك. لا لانه ايه بس لما يجي الدور على رانيا بعدين لو ابدا اضحك يعني ماشي. فالخليجية مثلا، أنا كنت في الطائرة متوجه إلى السعودية، قبل هبوط الطائرة كل الخليجيات اللي كانوا لابسين جينز وقميص نص تيشيرت نص كم ذهبوا إلى الحمام طابور على السريع على السريع، كل واحدة تلبس العباية السوداء وتغطي نفسها وتطلع بس عيونها مثل المقاتلات النينجا. فهذه طبعا واقع مجبورين عليها هم، يعني شيء غصب مغصوبين عليه، you know what I mean. وليس لأنه المجتمع الذكوري، الرجل الشرقي عنده مرض نفسي، يعني أنا أشبهه بالمرض النفسي، أنه هو امرأته إن طالعها أحد غريب بالشارع يغضب، أنت كيف تطالع وتشوف مرتي ويعني ما يعطيك هذا الحق ويزعل، لأن هذه property، property بالإنجليزي يعني ملكية، فهذه الإمرأة ملكه، يأتي شخص آخر غريب ينظر إليها يبحلئلها مثل ما يقولون، يحس كأنما في شيء تعرى أمامه، وأنت بأي حق وتصير خناقة؟ يا ما صاير خناقات بالشارع عندنا بسبب بالغلط ان يمكن واحد دار راسه وشاف وحده ماشيه مع جوزها، هو راح افتكر ايش انه هو حاط عينه عليه. هذا مرض نفسي موجود في الشرق الاوسط عموما. فانسب وسيله واسهل طريقه ان يقوم بتحجيب هذه المراه ويخفيها عن العيان ويخفيها عن المشاهده، ليس من اجل المراه وليس بحجه الشرف او بحجه، ولكن بأنه هو يحمي نفسه. هنا الرجل عندما يغطي المرأة فهو فقط يحمي نفسه، ولأنه غير قادر يعني لا يستطيع أن يتحكم بشهواته ولا يستطيع أن يتحكم بالغريزة الحيوانية التي فيه، قال لك أنسب طريقة وأسهل حل نحجبها، غطوها بشرشف، روح شيف لك شرشف غطوها لهالمرأة، خلينا نخلص معودين. نساءنا هكذا، ولكن مع نساء الغير، فعندما يهاجر الخليجي إلى الشانزليزيه باري أو لندن يروح على أكسفورد ستريت تشوفه متصربع، النساء أين النساء؟ وين الحريم؟ وين البنات؟ هاتوا البنات، يا تعال نروح نشوف
بيكاديلي سيركس او التورست المناطق التورست لا 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 مش عاوز تورست، هات البنت، وين البنت؟ هات الكتالوج، يشوف الكتالوج، هذه بيضة، هذه شقرة، هذه حمراء، هذه سوداء، هذه خرائية، جيبوها جيبوها. ايه انا جاي هنا بس اتونس، على يشبع ويذب كل السم اللي عنده، وبعدين يرجع للخليج شريف ابن شرف ابن اصول محتشم، يتحمل له كم شهر بالخليج كبد جنسي، بس من يسافر يعني ما حد يقدر يجيب اخته بسيره، ما حد يقدر يجيب امه، ما حد يقدر يتكلم عن اي عضو من اعضاء العائله الاناث، لكن عند الغريب حلال وعند القريب حرام. يا انا شفت فيديو بصراحه يعني شيء مخزي، سالوه انه شو العار اللي عندك، واحد سعودي شخص سعودي قال اختي هي عاري، شو بتقول لهذا الشخص؟ اقدر اقول له اشياء كثيره بس مش على اليوتيوب، يعني هيك هيك شخص طبعا اقول له روح امسك لك كتاب اصل الانواع للصحابي الجليل تشارلز داروين، تعلم لك شوي، صدقني يتعلمون الموراليتي من كتب البيولوجي. يعني حتى في عالم الحيوان يعني تشوف اشياء غريبه عجيبه، تقول ان هذه الحيوانات لديها سلوكيات إنسانية أكثر من الإنسان نفسه، شيء غريب. فهذا المجتمع يحتاج إلى توعية. طبعا هو يتربى الصغير أخجان يرى أمه، لما يرجع أبوه إلى المنزل كيف يشوف هذا الطفل أبوه يعامل أمه؟ يعني أقولها باللهجة العراقية مثلا، يقال لي أن جدي، ليس جدي، والد جدي، أبوه لجدي، أبو لجدي اللي هو اسمه الحجي قاسم أو جاسم، الحجي جاسم، يقول جدي هو يصف ذكريات الطفولة المأساوية، يقول أنا بحياتي ما أتذكر أن والدي يعني أبوه ذكر اسم والدته بالاسم الأول، لازم يقولها يا حمارة يا كلبة يا جعمورة يا بت يا قزر قط، وين العشاء يا زمالة، وين مستحيل انه ينتهلها باسمها الاول. المره الوحيده اللي ندها باسمها الاول يمكن في عيد الاضحى، مره بالسنه سمعت اسمها على لسان زوجها، اما بقيه السنه كلها مسبات وشتايم. هذه تعبير عن الحب، هذه هي الرومانسيه اكيد. يعني مره حب يتغزل فيها مثلا، اوكي، راح ولعها بغاز بنار، قال لها منوره يا بت. واكيد اكيد لما نادها باسمها هي فكرت عم ينادي وحده غيرها، يعني اذا لا فكرته مسكين عنده مسخن مسخونه، راحت اعطته اسبرينه، فكرته مريض يكشفوه على الدكتور. طيب ساره اذا سالتك، لما بتسمعي مثلا شيخ مثل الحويني يتفلسف ويقول المراه ما بتقدر تقود السيارة فرضا لغدة أنا نسيت اسمها، أو لما بتهز السيارة هاي الهزة هاي بتحرك شهوتها الجنسية، يعني شو بتقولي له؟ شو كيف تفكري هذاك الوقت لما تسمعي هالحائط هذا أو هالشيء هذا أو هالقازورة هاي عم تنطق بهيك كلمات؟ شو الإحساس اللي بيجيكي؟ شو بدك تقولي له؟ تفضلي. أول حاجة الإحساس صراحة يعني لا يؤثر فيها حد شيء، ولكن أقول الفتوى هذا تنبع عن إنسان تافه، عن إنسان عنده القدرة إنه يأثر على غيره، وعنده قدرة معناتها إنه يتسمعه وإنه يجيب له. يعني عندما يقول شيخ إنه المرأة لا تقود السيارة، يعني هو يعني محمي بقرارات يعني دولية، معناتها الدولة اللي تحرم القيادة في السيارة، ليست يعني هناك كثير من الهياكل التي تريد أن تبقي المرأة إنسانا غير قادر للتطور. يعني هذه نظرة ليست نظرة الشيخ فقط، ولكن نظرة سياسية بحتة. ثم الشيوخ يكونون إلا أدوات للإقناع، أدوات لإقناع الفتيات، لأنه لو كان هذا الأمر يأتي في دستور وإلا في أي وثيقة قانونية، يعني لا أحد يمكن أنه معناتها يطبقه. ولكن عندما تضيف سلطة دينية، يعني أكيد هناك الفتيات أنها ستقتنع بالكلام، لأن هناك فتيات يعني
يعني المرأة العربية ليست عندها القدرة أنها تنقد ما يقال لها، ثم يعني هناك العديد من النساء للأسف اقتنعوا بالكلام هذا، ولكن العديد من النساء تعرف أن عندها القدرة وأن قيادة السيارة ليست لها مهارة كبيرة. هو على مثل هذه التحريمات ثم التحريم تنميص الحواجب. تنميص الحواجب صراحة يعني هو حجتهم في ذلك أنه يغير في الوجه. اليوم فما حاجة خلق المرأة. تسمع بالبوتوكس؟ عمرك سمعت بالبوتوكس؟ البوتوكس هو نوع مادة للتجميل، لتجميل الوجه. عندما تعمل فعاليات عملية تجميل الوجه هناك لكي نقلل من ظهور التجاعيد نضع البوتوكس مثلا في مدة 6 شهور لا يوجد تجاعيد. يعني المرأة ستتحدث وعندما تحس بالفرح أو التبسم لا يوجد هناك تعابير في الوجه. يعني لو كان هذا البوتوكس ظهر في عهد الرسول هل سيقع تحريمه؟ أنا سألت شيخا، قلت له هل سألت في منتدى، قلت له هل يجوز القيام وضع البوتوكس؟ حسيلو بعد جاني جواب إذا كان غير من المحرمات فيجوز. يعني هناك يعني تحريمات ساعات يعطيوهم يأخذوا من الكتب الدينية التي مر عليها العديد من القرون ثم يقولونها بدون نقد، بدون تحديث، بدون، وبذلك يضعون أنفسهم في وضعية تناقض. شكرا سارة، شكرا سارة. يا ريت تعملي ميوت لما تخلصي كلام عشان لأنه عم بطلع عندك اوكي مقطع كثير. شكرا شكرا. رانيا، ما هي أكثر النصوص الدينية اللي تستفزك بالنصوص الإسلامية؟ خلينا نقول يعني اليوم بصراحة نحن حكينا على الإسلام لأنه جميعنا من خلفية إسلامية، وأنتم بتعرفوا أنه نحن المضررين الأكثر من الإسلام. يعني المسيحية ما ضرتنا بشيء، لذلك ما عم نحكي عن المسيحية. شو هي النصوص اللي بتستفزك أكثر الشيء رانيا؟ تفضل. هو النصوص القرآن من أول الأخر يستفزني بدون استثناء، يعني مع الأسف الشديد. لكن لا أكثرها، يعني أكثرها بدنا القمة اللي أنا قرأت القرآن من الأول لآخر عدة مرات، لكن ما قدرت نحدد لك هيك معين. هو التهديد في القرآن يستفزني جدا، هذا ستحترق وتبدل جلودكم. ونقطة ثانية هو النكاح، انكحوا ما طاب لكم ومثنى وثلاثة. والنقطة اللي يجي من بعدها السب والشتم، هذو ثلاث نقاط كبيرة، السب والشتم وحكاية الجنس هذا اللي بلا حدود ومباح، يعني الجنس ودعارة، يعني اللي هي سميوها زواج المتعة ولا مش عارفة، ثاني مباحة، كل شيء مكتوب في القرآن. والنقطة الثالثة هي التهديد، يعني أؤمنوا بي ولا تستحقوا. صراحة الإسلام قائم على ثلاث، يعني ثلاث ركائز، إن الشتائم والإرهاب والجنس. يعني أنا ما شفت شيء في الإسلام غير هالثلاث ركائز هي. يعني رياض، شو رأيك بقوائم الإسلام الثلاث؟ شتائم، جنس، وإرهاب. يعني نعم، قوائم الإسلام الثلاث. أها، خلينا ننظر. يعني إلا نأخذ إعدام يلا ترتاح. ما دام صديقي فاجري وجرك بالفلع سوا، احكي ولا يهمك. يعني جابو دغي ديغ للمازمازال انه يغطوا اذاناتهم. ناخذ هذه القوائم الثلاثة اخجان ونجيب المسلم ونقعد عليها، نجلس على هذه القوائم يجلس ويرتاح. يعني هل هنالك احسن من هذا الجواب؟ على كل، في عندي سؤال في اخ دون اظن عم بيقول
هو في سؤالين صراحة على كل على كل عم بيقول أهلا أخ جان، عندي سؤال، هل إخفاء المرأة وقوقعتها في هو الخوف من دور المرأة الذي ممكن أن تقوم به، أم الغياب التام لدورها في تنمية المجتمع داخل الدين الإسلامي نفسه؟ ما رأي ضيوفك في هذا الأمر؟ يعني خلينا نسأل الضيوف الثلاثة السؤال هذا. نبدأ معك رياض، تفضل. ما فهمت السؤال أخ جان. طب أعيد لك يا مرة ثانية. عم بيقول هل إخفاء المرأة وقوقعتها هو الخوف من دور المرأة الذي ممكن أن تقوم به، أم الغياب التام لدورها في تنمية المجتمع داخل الدين الإسلامي نفسه؟ والاثنين مع بعض أعتقد أخ جان. يعني من جهة المرأة، وشاهدنا هذا في بلاد متقدمة مثل أوروبا وأمريكا الشمالية، بس يعطوها شوية شانس، يعني بس يعطوها شوية مجال بكل سهولة تستطيع أن تتفوق على الرجل في مجالات كثيرة. وأعتقد بريطانيا وألمانيا أمريكا الشمالية ربما يعني كلينتون راح تكون أول رئيسة في تاريخ الولايات المتحدة وهي الدولة العظمى. وفي نفس المجال أيضا التربية، ففي مجال التربية إذا كانت المرأة قوية في المنزل مثل ما هي مجتمعات دول اسكندنافيا السويد والنرويج والدنمارك، المجتمع لم يكن مجتمع ذكوري، فيخاف الرجل على ماذا أخ جان؟ يخاف على نفوذه، يخاف على سيطرته. الرجل يستصعب أنه يأخذ أوامر من المرأة، يحس نفسه أنه أصبح وضيع، وأصبح كلها سايكولوجيا طبعا وكلها تتبع التربية. فهذه يعني حتى أعطي مجال للآنسات أيضا أنه هي من كلا الطرفين، سلاح ذو حدين. تفضلوا. شكرا رامية، إذا تعطينا رأيك بهالسؤال هذا تفضل. شكرا. احتقان المرأة في العالم العربي جذو دينية بحتة، هذا شيء واضح ومنطقي وبسيط. نعم. طبعا المجتمعات في العالم بغض النظر عن ثقافتهم حتى غير العربية، لأنه يعني ما ننسوش أنه يا مسلمين يا عرب، أي شيء أي شخص عم يسمعنا، العالم ليس فقط الناس المتكلمين باللغة العربية. الصين فيها مليار بشر، الهند فيها أكثر، في زوج الاثنين فيهم مليار بشر، مليار. يعني الهند وحدها، الهند عدد السكان في الهند هما عدد السكان اللي يسكنوا في إفريقيا كقارة كاملة. لا تعتبروا نفسكم الوحيدين الموجودين في العالم. نرجعوا للنقطة، عفوا هذا خلص. يعني احتقان المرأة أساسه ديني وجاي من أنه المجتمع ذكوري، في نفس الوقت يستمد أخلاقه ومبادئه وأسسه حتى الدستورية والقانونية من الدين. ومع الأسف الشديد أكثر من 50 دولة تستمد دستورها من الدين الإسلامي وشريعته، وهذا الدستور والشريعة مكتوب من شخص طبعا نعرفه شو هو مشكلته، شخص متخلف سلوك عنصري جنسي، يعني كان عنصري أنك تشوف الرجل أحسن مرأة، هي عنصرية تانية، عنصرية مش فقط عن اللون أو مانيش عارفة، العنصرية التانية جنسية. شو هقول عن احتقان المرأة؟ نعم، المرأة في هذا المجتمع يعني محتقرة من الدرجة الثانية، وحالتها يعني كارثة عظمى. كيف أنه المرأة في أنا شخصيا لما صرت نقرأ في الجامعة ونروح للجامعة نركب في كما نقولوا الحافلة، جميع البنات اللي في الحافلة محجبات، نحس في نفسي كأني عايشة في طالبان، يعني ما بهم هاد الناس يعني. What's the problem يعني؟ علاش الرجال كل قاعدين لابسين شيء موديرن عادي جدا، كل النساء محجبات مركمتات؟ هو انا بقول لك شغله بصراحه، يعني المجتمع الاسلامي يعني افكاره لسه عايشه في القرون الوسطى. الرجل سمح لنفسه باقل شيء بمظهره انه يتخطى ويصير بالقرن ال21، ولكن ابقى المراه كما ابقى افكاره في القرون الوسطى يعني، ولباس المرأة منه يعني. فللأسف الشديد سارة، إذا انتقلت لك لنفس السؤال
تحبي أرى لك السؤال مرة أخرى؟ تسمع فيها هكا؟ أسمع فيك، تفضل. شكرا، نجم نجاوب على السؤال. حسب ما فهمت السؤال معناتها علاش نحبوا المرأة، معناتها نحبوا نخليوها محقورة ونحبوا نعزلوها في الدار. أنا حسب رأيي هذه وسيلة للتحكم في تربية الأبناء. يعني الإسلام يريد نموذج عنده نمط مقرر، نمط هذايا معناتها موجود في السيرة النبوية، القرآن يتحدث عليه. يعني لو كان المرأة تتحرر، لو كان المرأة يكون لها القدرة أن تتعلم أو تتصل بغيرها، يعني ستصلح من طرق التربية نتاعها، ستتعلم طرق جديدة، سيكون لها القدرة أن تنتقد الطريقة التي تربيت عليها وتعوضها بطرق جديدة. يعني لهذا يعني دعاة الدين والعديد من الإسلاميين يخافون من خروج المرأة من للشارع أو تربية الأطفال من طرف امرأة تشتغل في نفس الوقت. وهناك أيضا الخوف من قدرات المرأة. المرأة لها قدرات تختلف عن الرجل، ولكن ليس هناك تفاضل. يعني الرجل الذي يريد أن الذي يحتقر المرأة ويرى فيها يعني منافس له، الرجل هذا عنده مشكلة في اعتباره لنفسه، مشكلة في الطريقة الذي يرى فيها تعاملاته مع غيره. يعني يريد أن يحقر من غيره لكي يبقى هو دائما في الأعلى. بصراحة يعني صارت في تونس أنه الكليات في تونس أغلبية الطالبات أغلبية الموجودين هم طالبات. أنا درست في كلية هندسة في بعض الشعاب كذلك. يعني المرأة عندما تتحرر يمكن لها يكون لها القدرة في المجتمعات العربية خاصة أن تتفوق على الرجل، خاطر الرجل في المجتمعات العربية للأسف يبحث أن يكون غني، يبحث عن اللقمة السهلة. ولكن عندما خرجت المرأة أصبحت تريد أن تعاول على نفسها، وأصبحت تريد أن تذهب للجامعات وتريد أن تعمل بنفسها وتريد أن تستقل مالية. لأن المرأة عندما تبقى في المنزل تبقى عند سلطة الرجل، والاستقلال المالي هو أيضا استقلال فكري أو استقلال وقدرة، معناتها أنها تنقص من سلطة الرجل. فالاستقلال بسلطة المال يعني ما نجموش نخليها معتكك. يعني أنا نجم أقول لك يعني هناك الكثير من الإسلاميين يخافون من أن المرأة تستقل ماليا. صحيح صحيح، شكرا شكرا سارة. طب معنا اتصال من الأخ جانو. أخي جانو تفضل، حبيبنا السباق دائما إلى الاتصال. حبيبي جان، تحياتي لك ولضيوف الكرام، أخي العزيز أبو يوسف الورد وأخواتي سارة ورانيا. طبعا الحلقة رائعة. بالنسبة أخي أبو يوسف ذكر نقاط كثير مهمة. يعني المجتمعات الإسلامية هي مجتمعات ذكورية بامتياز. المشكلة في المرأة، يعني المرأة موافقة على هذا، يعني على هذا التسلط الذكوري، ما عندها أي موقف. هذا أولا. ثانيا، مؤسسات العائلية في المجتمعات الإسلامية خاطئة. يعني مثل ما ذكر نفس الشيء أخويا أبو يوسف الورد، أنه جده الكبير أنه كان بتعامل زوجتها بهيك معاملة. زائدا أنه حتى الأبناء عبارة عن عبيد، يعني ما بيتعامل مع أولادهم كأولاد كهدف مشان يتعلمون أشياء مفيدة. لا، هو عبد، لازم يكون مطيع لأبوه. ودليل على هذا كان عندنا جيراننا إمام مجد، وكان عنده 7 أبناء. تفضل جانو، عم نسمعك. في صوت؟ ايه تفضل، عم نسمعك. عم بحكي. تفضل، عم نسمعك. فبالنسبة للآيات، يعني
ذهب هلا ضد داعش واحد أصيب بطاقة نارية، هذا الله كتب له. بس لما بيروح للدكتور الدكتور بيعالجه وبينقذ حياته. يعني الدكتور العبد أقوى من الله تبعكم، وتحياتي لكم. شكرا 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 كثير جانو. شو رأيك رياض؟ الدكتور أقوى من الله تبعكم، يعني يعني الله كاتب له ينضرب رصاصة بروح الدكتور يعني بيقاوم إرادة الله وبيشفي للمطلق عليه النار من قبل الله يعني. تحياتي أول شيء للزميل جانو العزيز اللي دائما في الصدارة في مشاركاته ويشكر عليها دائما. هذا هو الإشكال الأخ جانو، يعني إحنا الآن في هذا الزمن العلوم والدكاترة المتخصصين قد وليس الكلام عن اعتباط أو عن جهل، وإنما كلام المختص المتخصص سواء كان دكتور نفساني أو دكتور نساء أو دكتور شوف أي تخصص، هذه وراثة يعني فترات ودراسات كثيرة جداً حتى أن وصلنا إلى ما يريد الدكتور أن يقوم مثلاً بمساعدة حالة يعني مرضية أو شيء عند المرأة أو عند من ناحية نفسية أو من ناحية جسدية، ولكن أنت عارض ما قاله الدكتور مع الله، فيصبح الدكتور هو الأثيم ويصبح الدكتور هو الغلط وحلت عليه الشريعة ويقتل ويكفرون وإلى آخره من هذه. إحدى الإشكاليات اللي موجودة في موضوع كبير جدا، التصادم بين العلم من جهة والدين من جهة، وهي تحدث دائما طبعا، تحدث في كل يوم وفي كل مرة وفي كل فترة. لا وما أعرف يعني العتب شو نقول واحد شيء يعني شيء ماذا يقول في مثل هذه الحالات، فما أدري. أنا أحب أسمع رأي زميلاتي أيضا في هذا المجال. شو رأيك نبدأ معك سارة؟ ناسة نفسها على الميوت. سمح لي، أمتناش بتعود لي سؤال جان؟ السؤال هو إنه الله يكتب على شخص مرض ما ويجي الدكتور يعالجه تحدياً لإرادة الله، يعني الله يمرضه ويجي دكتور إنسان طبيعي يشفيه، كيف تفلسفيه؟ شو 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 كيف بتشوفيه هالفلسفة هاي المتناقضة عند المؤمنين؟ تفضل. يعني كتشوف أسماء الله الحسنى، فما الماكر فما فما معناتها صفات معناتها محبة. المسلمين كي يعبدوا الله وكي يدعوا عندما يدعون للإسلام، يعني دائما المسلمين يحبوا معناتها يقدموا وجه الأفضل للإسلام، وهم بنفسهم ما يؤمنوش بالوجه الشرير لله. أنا أرى الله أنه الله غير موجود يعني، ولكن يجب أن أتعامل معه ككائن افتراضي موجود في عقول المسلمين. هذا الكائن هو قادر أن يصور لهم أن المرض هو نبع من غير معناته ما عنده حتى مبرر، يعني هما قادرين أنه ينظروا لجسدهم. معناته إنسان عنده، سامحني، إنسان عنده الاعتقاد أن المرض من عند الله هو إنسان لا يستطيع أن يفهم العلوم الطبيعية، لأن العلوم الطبيعية والطب وحسن والتمريض هما الذين قادرين أن يكشفوا الأمراض حتى قبل وصولها. لذلك الطب عند المسلمين ليس متقدم جدا، يعني احنا عندنا طبيب الرازي نحكي به وكهو، ما عندناش معناتها أطباء وعلماء اكتشفوا الكثير، مسلمين اكتشفوا الكثير في الصحة. ثم كما قلت لي يعني يأتي الطبيب ويشفي المرض، هذا أيضا من ازدواجية المسلمين، يعني هما قادرين معناتها يفهموا إنه يقولوا إنه المرض جاء من عند الله، ولكن يستعينون بأدوات غير إسلامية، ولانه في الاسلام كانه في الاسلام هناك اقوال كفره، يعني يستعينون بادويه الكفره. اي على كل اي وكي تجي تحكي معاهم
كي تجي تحكي معاهم يقول لك هما سخرهم ربي باش يعملونا اللي احنا نستحقوا، يعني يباح اننا نستعمل المعدات وكل ما سخره الغربيون لنا. يعني هذا ازدواجيه ونظره يعني جهل، يعني انه الانسان يقول المرض من عند الله ليس الا نوع من الجهل. هذا هو رايي. على كل في معي الاخ سامي على الخط. اخي سامي انا راح اكون معك بس اخذ راي اختي رانيا بهالسؤال هذا وارجع لك. رانيا تفضلي. رانيا نعم تكلمت على هذه الحلقه الاولى، هو الاستدام العلم بالدين. العلم والدين لا يتلاقون، لانه الدين المؤمنين اليوم انا اؤمن بهذا الاله وهذا هو احسن شخص في العالم وقدوه لي هو هذا النبي. طب شكون هو الشخص او الاشخاص التي جابت شيء جميل للانسانيه ضد الامراض، انقذت الاف من البشر بعدهم؟ هل سمعوا بالطاعون قضى على الاف وملايين من الاشخاص في جميع انحاء العالم في القرن 19 والقرن 20 خاصه؟ من جاب الدواء ضد الانتيبيوتيك يعني مضادات الحيويه؟ من جاب هذه وهذه وهذه؟ ولا شخص مسلم، يعني ولا شخص مسلم. من هو عم يطور في الانسانيه ويحاول يساعد الانسان اللي زيه، يعني الشخص اللي زيه بعلمه ضد الامراض، يعني خاصه الامراض، يعني كنقطه هيك نحطها مهمه كبيره. من يعني طبعا يتضارب مع العلم. على ما قال لكم النبي تاعكم، لو النبي تاعكم راح جاب لكم جميع الادويه ضد هذه الامراض الخطيره شدينا وجاب لكم ضد السرطان، انا من مستعده من اليوم استعرض به كنبي. لكن لم يجب شيء، حتى هو شخص في الاعجاز العلمي شفت بعض الفيديوهات، يعني هو شخصيا كان متخلف جاهلا كبيرا. صحيح. خلينا ناخذ اتصال الاخ سامي. اخونا سامي تفضل. اخي سامي مرحبا بكم جميعا اولا، ومرحبا باخي وعزيزي وصديقي شجاع البغدادي رياض، كذلك اخواتي العزيزات رانيا وسارة. اولا اهلا وسهلا حبيبي. نسمعك كلنا، تفضل. اهلا سامي، مرحبا. سمعت ما حبيتش الحلقه من الاول، لكن سمعت يعني المرأة وفي الإسلام لا فائدة باش نقولش قال فاهم محمد هذيك الماتشو مش مشكلة عورة معاش هذيك مش نقطة. تكلمت على المرأة الخليجية. أنا أشوفهم في أوروبا مع احترام مع السعوديات، احترامي والشعب السعودي، لكن أفهمهم الفتيات مساكين ما يستطيعوا يعمل ولا حاجة هناك في السعودية، دائما في المنزل وما ترى حتى المرأة في بعض المدن مش الكبيرة تخرج عادي، عندما تجي هنا تنزع هذاك النقاب وتنزع وتجين وحاضر كل شيء وتعمل ما بدها، فهمت؟ خاطر معها فتيات انا شوف فيه في اوروبا يعملوا، فهمت؟ لكن هذا من الكبت نتاع محمد اهول من الرجال، وهم مساكين ضحايا تعاليم محمد هذه في المرأة الخليجية. وكذلك مثلا انا كنت متفائل للمرأة العربية والمسلمة، لكن في تونس مثلا الآن لو نقارنها على قبل 20 سنة 30 سنة كانت المرأة بتجين كلهم وجوب وروبة. الآن أصبحوا يعومون في البحر ولا واحدة في البيكيني، قبل كانت عادي ونحترموهم ننظروا لهم، الآن كلهم في البحر يعني خمار بالنقاب والخمار، ويعني ما تشوف البيكيني كما قبل 30 سنة، يعني من أسوأ إلى أسوأ. أنا استدامت مش على خاطر أنا أشوف فتيات لبسات هنا من يجيب وما نعرف إيه وحزقين، يعني ما أرى لهم لأن عقلي سليم. المشكلة في العقل مش في المرأة إذا تلبس، فهمت؟ هذه في الموضوع الأول. استدامت يعني الآن يعومون بالخمار والنقاب وشيء، هذا يعني باش كما كلمة قالت الأخت سارة، قالت اسم الله نذكرك أخت سارة، نسيتي حاجتين، يعني نسيتي بأن قلتي ماكر كويس
لكن أصي المضل المتكبر ونعطيك حاجات أخرى. فهمت؟ هذا اللي يؤمن به الله يقول يعني يؤمن به المسلمين. هو الله يعني عنده أثر مآت تقول لك وما مكرت إن الله خير المكرين. هم أقرأ المسلمين في القرآن بما. وشكرا لكم جميعا. شكرا شكرا لك. شكرا لك يا اخي سامي. دقيقه حبيبي دقيقه. تفضل اخ جان. تفضل تفضل تفضل. سؤال فضل. انا حبيت نشوف اخت رانيا واخت ساره ايش يقولوا. سؤال يعني في مستقبل المراه في مثلا في شمال افريقيا او في شمال افريقيا مستقبل يعني باش تكون هكا من انا شفت من اسوء الاسوء بالنسبه للقبل يعني صدمت بالخمار والنقاب في تونس ويعوموا ايش هم يظنوا في المستقبل مثلا في شمال افريقيا وفي العرب الدول العربيه المسلمه مستقبل المراه هل تتحسن تولي اوروبيه شوي ولا حتى تمشي كما السعوديه نقاب وساكر كوبيل ساكر متنقل خيمه متنقل. هذا سؤالي. شكرا شكرا لك يا سامي. شكرا حبيبي. موعدنا غدا غدا انشاءات الجلده الساعه 5 جنيه. طبعا اكيد انشاءات الجلده شكرا شكرا لك. طيب سارة أو رانيا مين تحب تجاوب على السؤال بداية؟ نعم أنا ما عندي مشكلة فيك فقط عندي سؤال. السؤال هو كيف شايفة مستقبل المرأة بشمال أفريقيا؟ هل ستتحسن إلى الأفضل لأنك تشبها او قدوه بالمراه الاوروبيه ام ستذهب الى الاسوء قدوه بالمراه المسلمه السعوديه؟ خلينا نقول. تفضلي. نعم انا يعني هذا يكون فقط قرار يعني راي شخصي مع الاسف الشديد لانه المتحكم بهذه المجتمعات هو الدين والنظره الدينيه. هو السعوديه هي عم بتمول تعطي ملايين من الدولارات سنويا لكي يدرس الأشياء في المدارس وفي المساجد وتبني مساجد يعني إحنا في أنا من كنت نسكن في 20 مسجد في 5 كيلومتر يعني. ما عم نسمع ميوت. لا أنا عم بكلم أخت على الخط. على كل سارة شو رأيك أنت؟ أنا أظن أن الدين هو ظاهرة جاءت في الدول المغرب العربي وظاهرة كانت قادرة أن تتمكن من أغلبية كبيرة من عقول النساء. بصراحة أنا أرى أن المرأة في الدول في المرأة بشكل عام قادرة أن تتأقلم وفي بعض الأحيان يعني أنها قادرة تختار معناتها الوضعية التي تمكن لها أن تكون بسلام. يعني المستقبل سيكون بالمستقبل شكل المستقبل وتحجب الفتيات او تركهم للحجاب سيكون مربوط بالسياسه الداخليه للبلاد وايضا بالوضع العالمي الذي الموجود. يعني لو كان تلقى معناتها الدول الغربيه تشجع برشا الحجاب وتلقى النسويين الغربيين يشجعوا الحجاب وما يقفوش بجنب النساء الذين مغضوبين معناتها في السعوديه اكيد انه الحجاب سيجعل ترفيعه وسيكون له قدره موضع قدسي. يعني المراه في الشعوب أما في دول المغرب العربي يعني كانت عندها الفرصة أنها تتعلم. صراحة أنا قابلت المغاربيات جزائريين توينسا عندهم معناتها مستوى علمي جيد جدا وكي تقابل يعني كي تحكي مع الفتيات الليبيين يعني ما كانت لهم الفرصة أنهم يكون عندهم تعميم التعليم. التدين الذي جاء في منذ سنوات 90 يعني كان يعم تونس وليبيا والمغرب والجزائر. يعني رغم تدين الفتيات التونسيات تلقاهم يعني خرجوا ولا زالوا يعملون. يعني اليوم اذا كنا نرى ان نريد يعني ان يكون مستقبل لفتيات المغرب العربي يجب ان نراهن على التعليم وايضا ان نشجع اي اتجاهات عالميه وغربيه وعربيه التي تحسس بالاسلام تحسس بخطر الاسلام على حريه المراه وعلى وجودها ككائن.
شكرا لك سارة، شكرا كثير. في معي اتصال، تفضلي اختي تفضلي. مساء النور جان. مساء الخير. مساء الانوار على اعز واحلى احباب. اهلا وسهلا. سلامي الحار لرانيا، انا جزائريه. اهلا وسهلا. سارة بنت بلادي ايضا تونسيه وكلهم اولاد بلادي، وانا فرحانه اللي راني راح نهضر على نقطه يعني مهمه جدا، هي انه الاسلام عوق المراه. تماما. أنا امرأة عشت في الجزائر كمسلمة، لكن نقدر نقول اضطهدت من المباشر والغير المباشر، وهذا أثر فيا كثير أني تمردت على الرجل باش نكون ند للند بأني مش أقل منه، يعني ممكن نكون أحسن منه، يعني كما يقولوا يعني كلمة الند، الند هي جيدة جدا، أنا أعتقد كافية ووافية الند بالند يعني. هذه هي. أما فيما يخص الحجاب، أنا كنت أكفر به يعني للحد لا تتصور، يعني كرهي لهذا الكومونتي، يعني أنا ثقافتي فرنسية، لو مورسو دو تيسو، قطعة القماش هذه اللي يحطوها على راسهم، واش يعني مش تغير في حياتهم هذه؟ يعني راكي عفيفة، يعني راكي أحسن مني أنا اللي بشعري، لكن هذا القماش يفرض عليا، إذا أنا كذلك أفرض هذا القماش على رأس الرجل. لكن هذا الإله أعطاني شعر هو يخجل منه، ولا هذا الشعر راح يثير غريزه، ما يشوف لي حل واحد اخر. والرجل انا طالب الرجل يحط نفس يميلو ميم مورسو دو تيسو. وانا اقول لك ليش اختي، ليش الرجل ما بيغطي؟ لان اغلبنا صرعان يعني مشان يعني هي شاهدين عندك، انا اصلع واخوي رياض اصلع يعني. ايه في انسان ثاني عنده مشاكل في الصلع وغير ذلك، لكن باش تقنعني باللي الشعر راهو يثير الغريزه، شوي ديزولي انا اسفه، ما كانش منها، باسكو لو كان نولي نقول باللي الشعر يثير الغريزه، انا نشوف العينين ونشوف الشفاه ونشوف تضاريس الجسم اكثر اثاره للرجل من الشعر. كفاكم كذبا على النساء. وانا اللي يحزنني ان المراه تشارك في هاد الجريمة وراضية وعندها بنات من 6 سنين 7 سنين تحطهم في هاد القوقعة هذه. لا أنا يعني كما يقولوا أنا comment dire en France on a je suis en colère contre la femme. أنا البنات ممكن تساعدوني، je suis en colère contre la femme. غضب اتجاه النساء، غاضبة من أجل النساء ولحقوق المرأة. Je t'aime beaucoup, je te suis, je t'écoute. Bravo, chapeau, chapeau, chapeau. C'est juste un passage pour vous dire merci. Je suis vraiment contente d'avoir participé. Même c'est la première fois là que je fais l'initiative. Moi, l'islam, يعني أنا حطيته بجانب، يعني ما بين قوسين. C'est fini. Adieu. ونكملوا إن شاء الله المسيرة، وراني من المتابعين الوفيين ومعكم ومعكم ومعكم. أهلا وسهلا. مرسي مرسي مدام. سامي بليزير بغدادي. أتمنى لو كنت أعرف فرنسي يعني كان أقل شيء ممكن أتواصل. لك من التواصل كثير ممكن تتعلم معنا فرنسي، هو سهل جدا. يعني أنا لما تعلمت الإنجليزي طلعت روحي. وأنا كمان بتعلم الإنجليزي، بس إحنا ثقافة فرنسية يعني. بس أنا ما يعني أصلي أنا أداب عربي، يعني مش راح نقول باللي ما نفهمش العربي، بفهم 100% يعني 100%. برافو برافو برافو. دونك أنا نتمنى لكم، نتمنى لأرواحنا، بس إحنا كلنا رانا كيف نقولوا كل مشاركين في هذا الثوره. ماكش وحدك يا برو يا جان اللي راك. اكيد اكيد انا متاكد انا لست وحدي، وانا سعيد جدا فيكم صراحه. في اصوات اللي ما يقدروش ممكن يتكلموا، ما يقدروش يتصلوا، صادق هي حسب ظروفهم يعني، لكن احنا ممكن انا مراه
متفتحة يعني، وعندي حرية أكثر من سيدات أخريات. أنا ما عنديش مشكل يعني، حتى في العائلة ما عنديش مشكل نقول رأيي. من صغري وأنا تمردت على الأب اللي رفضني كأني أنثى. أنا البنت الثانية في عائلة رفضت من أب غضب علي لأني بنت. للأسف هناك حالات كثيرة يا أختي نفس الشيء بصراحة، لأنه جت بس لأنه أنثى يعني تعامل معاملة. أنا قيمتي أقل من الذكر في عائلة فيه ذكور، لكن تعاملت على أساس إني أقل من الذكر مهما حاولت. وهذا هو يعني هذا الضر، مهما أنا تحررت الآن ومهما راني عايشة في بلد متفتح والحمد لله، يعني الحمد لله هذه يعني نتيجة الثقافة صعب باش نحيها. صحيح صحيح. بس فيه وجع، فيه أثر لهذاك الاضطهاد وهذاك المعاملة بأنك بنت أسكتي إشت تتوى. هذا هو التربية اللي توجعني ولحد الآن يعني. عندي فيه ناس أحباب وأخوات يقاسيو. ما للمرأة ما عندهاش حق تقول كلمة، المرأة لازم تكون تحت الرجل، المرأة عورة، المرأة سي حكاية طويلة يعني. والناس متقبليها يعني. للأسف أنا دايما نرجع لنفس النقطة، أنه المرأة مشاركة في هذا المحزنة. للأسف هذا هو يعني حبيت أنا النقطة تاعي الندائي ولا يعني المساج كش ترانسمي أتخابير ستي ميسيونا كلا فام كمبران كن نبا موان كلا مرأة ما هيش أقل من رجل. سي سا مون مساج. أوني إيقال بيان سور إحنا متساويين، بصح فيه كيف يقولوا دي ديفيرونس، الاختلاف البنية الجسدية ولا الهرمونات ولا هذيك سي سور فيه اختلاف، بصح العقل ما ظنيتش. لكن أنا كأمرأة عقلي راه ناقص على عقل رجل. بكل تأكيد بكل تأكيد، نحن بشر والعقل واحد يعني، خلايا العقل واحدة. يعني هذا هو، إن شاء الله ما نكونش طولت عليكم وراني متابعة. أنا بشكر كثير أختي، شكرا كثير أختي، شكرا كثير. أخجان بس بدي أقول كم شغلة إذا ممكن. بخصوص الحجاب، لما تدرسها شوية دراسة وبحث معمق، هي مخلفات الديانات الإبراهيمية وبالدرجة الأولى اليهودية والتوراة والشريعة الموسوية. وطبعا محمد بحكم أنه كان جارهم وتعلم منهم وأخذ منهم الشيء الكثير اللي ممكن نقول عليها copy paste، تأثر بهذه النظرة، وخصوصا عمر بن الخطاب. هي الشريعة الإسلامية اللي ممكن يضرب فيها المثل أنها نزلت بسبب صحابي وليس بسبب رسول، وإنما بسبب صديق أو صحابي اللي هو عمر بن الخطاب. راح أقرأ لك من سفر الخروج. سفر الخروج في التوراة اليهودية الإصحاح 22 في الآية رقم 16. وإذا راود رجل عذراء، شوف دير بالك، وإذا راود يعني غريسته هيك، شاف واحدة عجبته، وإذا راود رجل عذراء لم تخطب فافتجع معها. شوف ما بيستعملوا، حتى اليهود ما بيقولوا نكاح واستنكح، افتجع بيدوروا شوية، بس القرآن شيء عجيب بيحب يستخدم كلمة نكاح. فافتجع معها يمهرها لنفسه زوجة إن أتى أبوها أن يعطيها إياها. فشو بيعمل هذا؟ زاني يعني. في هذا الزمن إذا أنا شفت وحدة واشتهيتها بالشارع وتشيتت ورميت نفسي عليها، هذا يعتبر زنا يعني، هذا يعتبر ريب، بيقولون بالإنجليزي ريب، اختصاب. وهذا الاختصاب طبعا ناهيك عن القضايا والمحكمة والسجن، وفي بعض الدول يعني تعدم. فلا باليهودية ما هذه المسكينة طبعا يعني هدر حقها، هذه المسكينة العذراء هي بنت، لكن هذا المعتدي المختصب ما عليه سوى أن يقدم شوية فلوس يشتريها من أبوها حتى يستر عليها، هو المذنب وهو الجاني. لكن رغم ذلك الشريعة تعطيه الحق أنه يشتريها بمال ويتزوجها. أما من ناحيتها هي كأنثى ما إلها أي حقوق وما إلها أي شيء. بالنسبة للحجاب، كان الخوف اليهودي على أن تنظر إلى المرأة اليهودية من الأجنبي، لأن اليهودي يعتبر نفسه هو ابن الله وإلههم حكر لهم،
وجميع الأمم الآخرين من الكنعانيين ومن كل الأمم المجاورة أنجاس، شعوب أنجاس. فاليهودي ما يصرف له أنه يجي واحد نجس من الأمميين ويعتدي على وحدة يهودية. فشو عمل اليهودي؟ قال خلينا نغطيها، نغطيها لليهودية حتى ما يشوفها الأجنبي. ومن هون اجت فكرة الحجاب والغطى وغطي نفسك، وشوية شوية وصلت للإسلام. هاي بس نبذة تاريخية، وآسف على الإطالة. تفضل. ولا يهمك أخوي رياض. بصراحة بصراحة رياض، يعني اللي ذكرته أنت أنه إذا اغتصبت المرأة في التوراة يعطي بس شوية فلوس ويتجوزها ويشتريها، هذا قانون موجود لحد الساعة عند الحكومة السورية في سوريا. إذا اغتصبت المرأة، طب بس في اتصال أنا بدي أرد عليه أظن. طيب إذا اغتصبت المرأة بيجبروك تتزوجها، بيجبروك تتزوج، هاي إذا اغتصبتها أنت بيجبروك تتزوجها أو يحبسوك 7 سنوات. يعني هاي بدولة تدعي أنها علمانية، تدعي أنها نظام علماني، تدعي الحداثة، وهي دولة موجودة حاليا، يعني هاي بالشرق الأوسط، سوريا اللي معروف عنا ليست سعودية وليست قطر وكويت وكل دول الخليج، وليست أفغانستان وليست الصومال وليست باكستان. هالقانون موجود لحد الساعة، مأخوذ من التوراة. يعني على كل حتى في تونس يا جان. تفضلي تفضلي. سامحني قصيت عليك، أما إضافة صغيرة، في تونس قاعدين ننفذ في نفس القانون. بالضبط بالضبط، يعني اغلب الدول الاسلاميه موجود فيها نفس القانون. على على كل اظن كلامه يا ريت ردي على الخط، عم بحاول اتصل. طيب يا ريت تتصلي انت، انا راح احط الصوت مشان تتصلي واسمعك، يا ريت تتصلي فينا. طيب على كل رياض، انا بدي ابدا معك عرف لي الشرف، شو الشرف؟ شو بيعني لك كلمة شرف؟ بالنسبة لي الشرف أن هي معاني مقتبسة اجتماعية، لكنها أيضا موجودة في المجتمعات الأخرى، يقولون عليها باللغة الإنجليزية honor. و je ne sais pas comment dire en français, je pense le même mot peut-être, شرف اللي هي honor. والhonor تكون بالكلمة. إذا أنا يا جان أعطيتك كلمة أني سأكون معك في فلان وقت في فلان مناسبة، هذا شرف الكلمة التي أنا أعطيتها لك. وليس كما يراود بعض الشرقيين أن الشرف دائما الامرأة. هو المرأة في نظره سلعة غطاها كغطاء كاذب من الخارج أسماها بالشرف. والشرف لدرجة أنه في واحد عراقي شاب عمل كاميرا خفية، هو عنده قناة على اليوتيوب، بس يطلع بالشارع يسأل الشخص اسم أمك شو، ما هو اسم والدتك، فقط يسأل على اسمها. 99% من الأشخاص اللي سمعوا هذا السؤال عصبوا ووشهم احمر وشال إيده بالبوكس وبده يضربوا علشان سؤال بريء، ما اسم والدتك؟ يعني ما هو اسم أمك؟ فهذا شيء يزعل؟ هل هو عيب؟ هل هو؟ لكن هذه يعني موروثات اجتماعية. والدتي بعد ما أطلع حديثك راح أكمل بالموضوع هذا، كان اسمها أمينة وكنا نسميها أمون، فعلى طول كنت أغني لها أمونة إيه أمونة ما تردي علي. أنا جاهز على طول جان، يعني لا وين الطبلة لوينه الله وين الله، بس ما نقدر في آنسات معنا. لا هو بما أنه معنا فتيات ما لا يعني بلاها الطبلة، لأنه لا بس فينا غني واحد بس فينا أغني لك إياها بالفرنسي باعتبار سأولا ديو دان لكول سأولا ديو دان لكول. على كل البنات عم بفهموا عليك وأنا ما عم بفهم. لا شوف ترجمت لك إياها ترجمة حرفية، تفضل عزيزي بكل اللغات هذه. دونك
ايه هذا الشرف، يعني ليس بالضروره ما انت تعتقد عزيزي المستمع ان كل شيء يتعلق بالانثى، قريبتك او جارتك او امك او خالتك او عمتك، لا ليس هذا الشرف، بل الشرف ان تكون امين، ان تكون صادق، الشرف ان تكون شجاع، هي ايضا من الشجاعه الشرف، الشرف ان تكون رجل قد المسؤوليه او امراه قد المسؤوليه، والمراه ايضا لديها شرف، وليس كما أنت تعتقد بأنه مجرد تعدي على الحرمات وهنا انتهاك للشرف. هذا كلام الصعيدة، أنت ما بتعرف أنه في وحدة صعيدية تجوزت، إجا أبوها يزورها تاني يوم شافها شايلة البارودة والدخان وطاخة جوزها، يعني موتة جوزها، قال لها ليش يا بنت عملت كده؟ قالت له عشان الشرف يا بوي، هي متجوزة. هاي سارت مثل في مسرحية لفؤاد المهندس، خطيبة لمس ايده، هو لمس، هو لحد دلوقتي ما لمسش ايدي. فللأسف الشديد سارة، شو يعني الشرف لك؟ شو مع كلمة الشرف شو بتعني؟ هو بالطبيعة يعني مفهوم الشرف في الإسلام يعني مفهوم غلط، هو يضع الشرف في بين لدى المرأة، يعني بين أفخاذ المرأة، و لا يكون هناك أي محاسبة للرجل عن مفهوم الشرف. يعني الرجل عندما يخل بكلمته كما قال الأخ رياض، يعني ليس شيئا مخل بالشرف. أنا الآن عندما تخلصت من الإسلام يعني أصبحت أبحث عن المفاهيم الحقيقية، ومفهوم الشرف الذي أطبقه الآن والذي يناسبني الأكثر هو الشرف عندما أحقق إنجاز في عملي وغير يعني يحترموني. الشرف هو أني أكون صادقة مع من حولي. الشرف هو أن أعين غيري، وأن يعني هناك مفاهيم كثيرة يعني كيفاش نقولوا نبيلة للشرف، ولكن أن تضع الشرف فقط عند المرأة هي أنك يعني تضع المرأة ليست إلا لاستعمال واحد. بصراحة يعني باش نفتح قوس صغير، يعني الشرف عند فخذ المرأة، يعني المرأة يجب أن تكون عذراء، ويجب أن يقع افتضاض الباكرة ليس إلا فقط ليلة الزواج، وهذا هو اليوم الذي يا إما تطلع فيه شرف العائلة، وإلا سيكون هناك إخلال بشرف العائلة. صراحة يعني هذا أيضا تدمير للعلاقة الزوجية، يعني يبدأ الشباب يحلموا بليلة الزفاف اللي هي ليلة افتضاض الباكرة، وبعد عندك سنوات من الارتباط الجنسي مع الشخص هذاك. يعني الإسلام لا يمهد لا يعني بربط الشرف بالعذرية، وطمس الكثير من إيجابيات العلاقة الجنسية. يعني هو في الشرف في الإسلام يعني هو ليس إلا مغالطة ودجل على العقول الإنسان. بالتأكيد للأسف الشديد، يعني كما قلت إن الشباب ينتظر هذه الليلة ويحمل معه كل العقد الجنسية لهذه الليلة، يعني لما بتوصل لهذه الليلة بشوش ما في شيء. على كل إن خليني أنتقل بنفس السؤال لك رانيا، تفضلي. شكرا. كلمة شرف أنا نعرفها كأنها لونور بالفرنسية، مانيش عارفة بالإنجليش إيش يعني. على العموم honor. نعم بالانجليزي يقولوا it's my honor، لما واحد مثلا يتعرف بشيء او يشوف انه شيء جميل كبير عليه هيك، يعني شرف لي، يعني شيء يشرفني جيد احبه يعجبني هيك، يعني ما فيش معنى ثاني من هيك، يعني فقط شيء يشرفني مثلا التقي فيه، يعني مجاملة. هي في الدول العربية معناها الشرف طبعا، من حتى ندخل في التفاصيل تكلموا فيها أصدقائي حكاية الجنس ومانيش عارفة. حتى فقط نقول لهم للمسلمين، لو تظنوا أنه الشرف هو شيء بكارة، ما يكون هل المرأة مثلا هذه اللي حانت تعتقد أنك تزوج بها عذراء وهي عفيفة، كيف تثبت أنها عفيفة؟ يمكن أنها مارست الجنس في مكان آخر، يعني
الجنس الآخر يعني، كاين جنس العادي وكاين جنس انتم ما عارفين شو هو يعني. يعني بدون خجل بصراحة، أنا آسف يعني، المرأة إذا أرادت تمارس الجنس يعني، وبنات كتير مارسوا الجنس بدون ما يؤذوا بكارتهم يعني، من شغل الصعبة على الإمرأة أن تمارس جنس يعني. نعم نعم، كيف أختلف بأنها ممارسة الجنس يعني؟ لو نرجع للنقطة هذو، كنا حكاية كلمة الشرف، كان إيش اسمه، هو مفهوم الشرف عند العرب هو dignity بإنجليش، لدينيتي يعني الكرامة، كرامة إنسان، هي موجودة عند سواء كنت مرأة، رجل، طفل، شيخ، مانيش عارفة. الكرامة الإنسانية تعرف بأنك لا أحد يتعدى عليك، عندك ملبس ومسكن، وعندك حقوق الإنسان، ولا شيخ عنده، لا شخص يعني أي شخص ما عنده حتى حق أنه يمارس عليك أي طغي أو عدوان جنسي أو أي شيء يعني، أو جسدي يعني. طبعا هذا هو الشرف عندهم، هو وعند الآخرين هو الكرامة الإنسانية وحقوق، حق من حقوق الإنسان. هذا هو إيه الموضوع. في سؤال أخير أنا حابب أسأله بعدين أخذ كلمات أخيرة. يعني كلنا بنسمع من أخوتنا المسلمين إنه الإسلام كرم المرأة. سارة أبدأ معك، هل الإسلام كرم المرأة؟ شكرا على السؤال. الإسلام جعل المرأة أداة لتحقيق رغبات. لا يوجد هناك مفهوم الكرامة بالإسلام. أنا يعني حسب قراءتي الشخصية للقرآن، هو كتاب دجل يعني. عنا كنا في تونس، عنا دجازات يعني، الكاتب كيفاش نقولوا، شوافة تمشي في الشارع تقولي حسيت فما واحدة معناتها حكيت معاها، معناتها قامت تتلو في القرآن. قلت لها ما نفهمش أنا القرآن. قالت لي كي تحب تفهم القرآن أقراه بالمقلوب، يعني أعكس المفاهيم. الإسلام جعل من المرأة يعني لا تعرف، المرأة ليست لها القدرة أن تواجه نفسها، القدرة المرأة هي نفسها يعني عدو لنفسها. أنا نرجع للنقطة اللي أضافتها السيدة التي كانت على المباشر معك، كانت قالت يعني دور المرأة في تجهيل المرأة، يعني الدورة المرأة يعني المرأة في الوطن الإسلامي هي بيدها تقبل بالإهانة، وهي يعني تهين غيرها. أنا هنا نعرف أن العلاقات بين النساء تسودها الكثير من الغيرة، يعني المرأة عندما تتعامل مع مرأة أخرى يعني تقاه 70% تعاملات للإهانة. يعني كان جاء الإسلام كما كرم المرأة حقيقة يعني بكرمها، يعني التعاملات مع النساء بنت بعضهم معها لن تكون بهذا الطريق من التشاحم والمشاكل. على نقطة أخرى أقول كرم المرأة في جعلها لأنه جعل الرجل يصرف عليها، ولأنها ستبقى في المجلس في الدار، وليس لها، وفي الجنة سيكون لها الحق لأن تكون زوجة لزوجها. يعني هل هناك من يرضى بهذا؟ طبعا يعني طبعا هناك الكثير من يرضى. هناك الفتيات اللي قابلتهم يعني لا يفهمون كيف أنا يعني استقلت ماديا، يعني عندهم يعني لا يعني اكيد يعني عندك شكون اللي هو يعاون فيك، يعني عند القبول بالاستقلال المادي. هناك الكثير من الفتيات التي ليس قادرات على هذه الخطوة الجريئة، يعني تولي تختبي بكلمة كرمة للإسلام، وباش تولي معناتها ترقى شكون مسلم كيف يصرف عليها ويحفظها في القوقعة اللي هي اختارتها بنفسها. شكرا سارة. رياض حبيبنا، هل كرم الإسلام المرأة؟ إيه كرمها كثير، شو ما مع خبر كيف كرمها الإسلام. جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن امرأة وهبت نفسها، وملكات اليمين، وسوق النخاسة، والسباية والإماء، وحدث ولا حرج، يعني كرمها قوي
يعني إذا كرمها بعد أكثر من كده ما راح يضل فيها شيء صراحة. هذا كل ما يعني بصراحة نحن الآن في زمن تغيرنا والعصر الحداثة والتطور يعني فلهذا السبب لا تستطيع أن ما عليك سوى أن تسأل المرأة في السعودية كم هي مكرمة، لا تستطيع قيادة السيارة، لا تستطيع أن تصوت، لا تستطيع أن تكون وزيرة أو عضوة في البرلمان أو رئيسة وزراء، يعني يدوبك تطلع مدرسة أو يدوبك تطلع أستاذة، هذا كل ما تستطيع الحصول عليه في دولة إسلامية، وإن كانت الدولة الإسلامية شوية منفتحة، أما إن كانت بأفغانستان فتروح تشوف لها خيمة من هذه الخيم الزرقاء تلبسها على راسها وعين سحرية حتى تشوف الخنفري وبوكس بوشة أو عصاية أو تفلة أو قندرة طائرة ما بتعرف القندرة جاية من وين، مسكينة هاي حال هي المرأة في الدول الإسلامية، فكرمها قوي ونعمة طبعا. أمريكا عم تبكي وأوروبا عم تبكي، يا مسلمين عطونا شوية من هذه البرامج النسائية اللي عندكم الكرامات حتى نوزعها. رانيا انتقل بنفس السؤال لك، تفضلي. الميوت رانيا، الميوت. اوكي سوري. اشعار جاهليه اذكركم ان تقراهم، اشعار ام القيس، اشعار عنتر بن شداد، في اشعار كثيره جدا في الجاهليه، اشعار الغزل والحب العذري، يعني الحب هيك يعني في القلب فقط. أشعار المرأة كانت فيه، ما أقولكش فقط ملكة لا تعبر عن شيء، جوهرة لا تعبر عن شيء، كانت God يعني كانت إلهة راحة قبل الإسلام، يعني كانت الآلهة كلها جاهلية، اللي يسميها جاهلية أقوى الأشعار للأسف يعني الشديد يسموها جاهلية. الآلهة أغلب أبوها كانت أنثوية، يعني اللات، العزة، ملات الثانية، كلهم أنثويات، يعني كانت المرأة مكرمة إلى أبعد الحدود قبل الإسلام. نعم نعم، ما نحكيش إحنا قبل الإسلام بمعناها الفترة الزمنية القليلة جدا قبل محمد في منطقته، لو حكينا عن المرأة قبل الإسلام يعني قبل تاريخ العربي كله، الإغريق مثلا يؤمنوا بألف من الآلهة ومعظمهم نساء، يعني آلهة منش على الصبح، آلهة الحب، آلهة الجن، آلهة بلا بلا بلا، عدد من الآلهة ونصف النساء نصف الرجال، يعني مفهوم الإله عند العرب. في واحد الفيديو من بعد حط اللينك تاعهم تحت، إنديانز في بي بي سي يعملوا جوكس يعني شو تاع كوميدي، يحب واحد هيك يجي يحب يقول لهم اعتنقوا المسيحية، وبدأوا يسألوه يعني هل لازم يعني ما هو الإله؟ في إله واحد، هم يعتبرها نكتة أنه في إله واحد، لأنه الهندوس هيك بيجوا من الهند، يعني الناس عندهم آلاف من الآلهة، يعني ما صدقوش أنه في إله واحد، يعني بتنسخر بينا أنه في إله واحد، يعني هذا الفيديو مضحك مضحك جدا يعني. بالضبط، إذا عبرت عن شيء بتعبر عن العقلية الفردية أو العقلية السادية أو العقلية الشوفانية الموجودة عند أهل الصحراء. على كل إن رانيا كلمة أخيرة بتحبي تقوليها في هالحلقة، يتفضلي. نعم شكرا. الكلمة الأخيرة فقط نحب نقول لجميع الناس اللي ما زالت مؤمنة وتشاهدت الشو، يعني تشاهدت البرنامج تاعنا حلقتنا، لا 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 يوجد أي شخص على الأرض سوف يغير رأيكم مهما كان ما عم يفعل، حتى لو قتلكم بالسيف أو كلمكم بالكلمة الحلوة، مهما يكون طريقته، مهما تكون طريقته لإقناعكم لن تقتنعوا، لأنه لازم تكون في داخلكم نخوة البحث، نخوة الشك، لازم تشككوا، لازم ما تقتنعوش بأي شيء من دون رؤية الأدلة على أجوبته. وشكرا جميعا. اشكرك رانيا. في ميوت اخ جان، عندك ميوت.
آسف. سارة أليكس، سؤال، كلمة أخيرة بتحبي تقوليها بهالحلقة هاي، رسالة للمؤمنات والملحدات وكل أصناف المؤنثات، تفضلي. أول حاجة شكرا لمشاهدة البرنامج، يعني ولي اتصلوا بنا، يعني كانت مضافات عجبوني على الآخر. ثاني حاجة، يعني أنا المؤمنات والفتيات التي يعني لازلنا يتشبثن بالإنسان، يعني وندعوهم يعني أنهم يفكروا شوية في كيونهم كأنثى، وثم يفكروا على أساس أنهم إنسان. أنا عندي الإيمان أنه في المجتمعات العربية المرأة ليست إلا حيوان جنسي للتناسل. يعني المرأة المؤمنة اليوم ليس لها، يعني إذا أرادت أن ترتقي إلى رتبة الإنسان، عليها أن تبحث في نفسها، أن تبحث حواليها عن مفهوم الحجاب، عن كيفاش نقول سايد افكت بالعربية، عن الأعراض الجانبية للإسلام، وأن أن 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 تكون جريئة في أفكارها وفي أبحاثها أيضا. شكرا للمتابعة. هو للأسف الشديد يعني الإسلام ذات نفسه سايد افكت، يعني هو العرض جانبي، هو المرض. الرياض حبيبي، على كل حال يعني أنا بدي قبل ما تقول الكلمة الأخيرة، وصيت ولا لسه؟ مين؟ انت وصيت ولا لسه؟ التوصية، ايه من زمان انا كاتب الوصية، ذا ويل، والاعدام جاي بالطريق. بدي اقول لهم حيعدمونا يما، حيعدمونا. وقلت لهم للانثى مثل حظ الذكرين، عكست انا، للانثى مثل حظ الذكرين. وكتبت طبعا، حتى نكمل على تكريم المرأة، بس الكلمات الأخيرة أنه وإن خفتن نشوزهن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن. طبعا يعني أنه الرجال إذا هجرها بالمضجع مسكينة راح تزعل وراح تحن عليه وتقول له تعال ارجع يا حبيبي، اشتقنا لك، كيف تهجرني بالمضجع؟ خلاص أنا تحت، أنا من إيدك هاي لإيدك هاي. هي أصلاً بتكيف، بتقول خلصنا من قرفك، روح نام برا على الكراويتة أو شوف لك شو. حدثنا ابن النعال، حدثنا الكيوت، حدثنا أبو جاكور، أبو هريرة كان حاط الهرة هون وهو عم بيحكيها. هذا أبو هريرة. أبو هريرة، أبو تيرما، مدري تيما، مدري. المهم قالت الرسول يقول المرأة كالضلع، المرأة كالضلع، إن أقمتها، يعني حاولت، تعرف أنت الضلع أعوج، إذا حاولت أن تقيمها تكسرها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. ما شاء الله على هذا التكريم وعلى هذا يا سلام عليك، على قول سعيد صالح، يا دين النبي الحلاوة دي. تحياتي لك عزيزي أستاذ، وشكرا. لن تدع من أبويا، لن، هو ده الكلام اللي أنا دا أتخيل النبي دا يقول الحديث، وعادل إمام وسعيد صالح قاعدين يستمعوا. طبعا رياض رياض حبيبي، رياض طبعا بدك توعدنا بحلقة، يلا نتمسخر على الله، حلقة تانية يعني قريبة من هالعين قبل هالعين، قبل ما يعدمونا يا أخي لازم نعمل حلقة. بالضبط يعني. وبدي أقول أصلا يعني شوي خلينا ندلع بالفرنسي، سما فيغ بلازيغ أجوردوي أفيك ميسيغ رانيا وسارة، فرصة سعيدة، وأرجو أن تكون هذه يعني فاتحة خير وحلقات أخرى مستقبلا. وشكرا طبعا أخي الحبيب في غنى، أنت مثل أخوي بالضبط، بقولها علانية أخ جان، وبشجعك وثمز اب على هذه البرامج الحلوه والمفيده والمسليه في نفس الوقت، وطبعا بخدمتك وخدمه كل الحاضرين. شكرا. تسلم بصراحه، يعني نحن انا متشوق لحلقه يلا نتمسخر على الله، واللي ما عاجبه ينطح راسه بالحيط، ما عندي غير هالكلام. نحن بدنا نستهزئ في هالدين هذا ونستهزئ بالله، اللي ما عاجبه في حيطان كثير ينطح راسه لا يشبع. جان، إضافة أخيرة، في الكثير من الأديان
يوجد هناك إله للضحك، والإسلام تسمع فيه، والإسلام هو أول واحد يعني كسر هناك الإسلام، إبراهيم كسر الأصنام، يعني الإله يعني حتى في الإسلام يعني ما عندوش حتى صفة للضحك، وحتى ترتيل القرآن نقوم به بصوت خشوع. يعني أنا نشجعكم على الازدراء، على خاطر هذا هو اللي يحرك بعض الساعات واللي هو يدعو للتفكير. شكرا شكرا سارة. وأنا من رأيك طبعا نحن لما نستهزئ بهالتفاهات هاي اللي بسموها الله ولا الإسلام ولا، ما قصدنا نجرح مشاعر الأخوة المسلمين، ولا مع أنه أنا مجاح مشاعر لا تهمني كتير بصراحة يعني، ولكن الهدف الأساسي أنه شيل الهالة القدسية عن هالتفاهة هاي، لأنه هالتفاهة هاي يعني ما شاء الله إذا مشاعر تنجرح نحن لازم نتدمر، تتدمر أوطاننا، تضربوا أنتم مشاعركم. يعني أنا ما عندي غير هالكلمة هاي، المهم أن أوطاننا هاي اللي تتوقف الحروب، يعني خلونا نشيل هالهالة القداسة من على هالوسخ هذا المزبل الإسلامي للأسف الشديد. طيب أصدقائي، أنا بشكركم وبشكر رانيا وسارة وأخوي رياض على الوقت الطيب اللي عطونا إياه، ويعني أتشوق للقياكم في حلقة قادمة بكرة، يعني بكرة الساعة 5 راح يكون في عنا حلقة، والساعة 8 راح يكون عنا حلقة، وطبعا في الأخ رياض بكرة عنده كمان بس مباشر دردشة بالعلمانية. راح نشوف المواعيد بشان ما نكون مع بعض، يعني هو يخلص أنا أبدأ بشان نقدر بلكي يستضيفني. يعني شاكد أنت بدون القناة قناتك يا أخي، تحت رجلك. تسلم يا طيب، تسلم. العفو العفو. ومثل ما قلت أصدقائي، نحن بدأنا ببرنامج الاتجاه المشاكس، إذا أي شخص يريد أن يناظر ما ضروري الصورة، يعني الملحدين ما في مشكلة بصورة، ما في مشكلة يطلع يعني بدون صورة، ما في بس صوت، بس إذا شفت واحد مسلم القطو قل له تعال بدنا نناظرك على الهواء مباشرة، وبرهننا إذا دينك حق، وبرهننا كيف دينك حق، وبرهننا ليش أنت بخرب لنا أوطاننا بهالدين الحق. على كل، أنا بشكركم أصدقائي، شكرا لكم، إلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء، باي باي.